إذن إلى موضوع آخر، وتمكن مزارع عراقي أو من أصول عراقية لكن هو أسترالي من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث استطاع جعل شجرة تثمر بخمسة أنواع من الفاكهة، طبعا هذه أنواع مختلفة. الشاب يدعى حسام صراف ويعيش في ولاية فيكتوريا الأسترالية، قام بتطعيم شجرة بعشر أنواع مختلفة من الفاكهة، إلا أن القائمين على موسوعة جينيس للأرقام القياسية أخبروه أنه لم يتم احتسابها جميعها على أنها أنواع مختلفة، مؤكدين أنه هو نجح في إنتاج خمس أنواع فقط. الفاكهة التي نجح صراف في إنباتها على ذات الشجرة هي النكتارين والخوخ والمشمش والكرز أيضا. حسام اعتبر إنجازه تعبيرا عن مفهوم التعايش السلمي، وقال أن شجرته هي تجسيد لفكرة العيش معا رغم الاختلاف باحترام في مجتمع متعدد الثقافات. الصراف اليوم وصل إلى أستراليا سنة 2009، وطبعا خلال طفولته كانت الزراعة جزء منتظم من حياته بالمدرسة الثانوية. تعلم الطلاب أيضا التطعيم الفردي بالتين، ويعمل حاليا مسؤولا متعدد الثقافات في المدرسة العامة الرئيسة بمدينة شبارتون، وهي اندماج حديث لأربع مدارس ثانوية في المنطقة. نشاهد.